رجعنا معاكم، معانا مثال من ضيوفنا خريجين هندسة البترول من جامعة الكويت، عندهم مشروع تخرج مميز ويكونون مثال لكل الطلبة راح يتخرجون من جامعة الكويت أو أي جامعة ثانية، وهو مشروع تخرجهم قياس نفاذية صخور المكامن. راح نتعرف عليه مع ضيوفنا في الاستديو المهندس شافي العنزي، حياك الله. الله يحييك ويحييك، السلام عليكم. معكم مهندس شافي الكفيفة من قسم هندسة البترول. راح أتكلم إن شاء الله عن مشروعنا قياس نفاذية صخور المكامن. راح أتكلم أول شيء عن النفاذية بشكل عام بلغة النفط بشكل مبسط، ما احنا نتكلم فيه، لكن خلينا نرحب ايضا بالمهندس ايوب معرف، حياك الله معنا في برنامج رايكم شباب. اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله ونورتونا الامانه في الاستوديو. هذا السؤال بنخليه مشترك لكم، ونتكلم اكثر عن كلمونا عن تخصصكم وهذا المشروع. اوكي، نتكلم عن تخصصنا. اول شيء تخصصنا تخصص هندسه البترول. حلو. قاعد ندرس فيه من البدايه، من تكوين المكامن النفطيه، من انتاجها، من تحسينها. ممتاز. ندش فيه مواد بدايه، من بدايه البيسكس لما ندش باشياء متعمقه اللي ناخذها وانتهينا فيها بمشروع التخرج اللي نخلصه عشان نطوف كورس هندسه البترول وتتخرجون. نتخرج نخلص. خلينا نتكلم شافي عن المشروع نفسه. قبل اتكلم عن المشروع راح اتكلم عن بشكل عام نفاذيه الصخره. شنو فايده ليش احنا سوينا الجهاز؟ اول شيء عند بلغه النفط، نفاذيه الصخره شيء مهم كعمليه الانتاج النفط. اول شيء شنو تعرف النفاذيه؟ اقدر اعرف النفاذيه هي قدره الصخره على ان السائل يمر داخلها. حلو. بالمكمن النفطي او بالكويت بشكل عام الحمد لله ونعمه من الله ان عندنا نفاذيه عاليه. ممتاز. انت كمهندس بترول يكون عندك مكمن نفطي عنده نفاذيه عاليه. صحيح. فهذا نعمه من الله سبحانه وتعالى. سبحانه. تنتج بشكل اسرع. ممكن يكون عندك كميه كبيره من مكمن من النفط داخل المكمن النفطي. صحيح. لكن قدرتك الانتاج صعب. صعب الصخره تكون مضغوطه وهذا، بس الحمد لله عندنا بالكويت يعني النفاذيه بشكل كبير. فاحنا فصلنا وصممنا جهاز يقوم على قياس هذه النفاذيه. اول شيء فكره الجهاز بشكل عام ان راح اخذ قطع صخور من المكمن النفطي عند سكشن معين. ممتاز. جزء من المكمن النفطي. حلو. ننزل له وناخذ سكشن كامل 3 متر 4، وناخذ شيء يسمى بلاج او كور او عينه. ممتاز. عينه من الصخر تكون لها دايمتر وسايز معين. حلو. ونركبها بالجهاز. الجهاز يتكون من شغله اسمها كور هولدر، ما راح تشوفون بالمقطع الفيديو. ممتاز. كور هولدر وبوكس وشغلات داخل بايبات تيوبينج. نحط له شيء الكور ونسكر عليه ونتاكد انه ما عنده شيء اسمه ليك او اسمه تسريب، لان احنا حنمر غاز داخل السامبل هذه. فمرار الغاز هذا لازم ما يكون عندك ليك، لان الغاز راح نتعامل مع غاز عنده ضغط عالي. حلو. وهذا خطر علينا. صح. فنسكر الكور هولدر ونبلش التست عند تايم معين. احنا الطريقه راح نستخدمها بلغه النفط اسمها انستيدي ستيت. انستيدي ستيت اني اخلي طرف الكور نفسها يكون عند ضغط معين، واخلي الاوتلت او المخرج الثاني للضغط الجوي. هذه فكرة اللي احنا بدينا فيها. ممتاز. راح ابلش التست اول هذا باني امر غاز عند تايم معين واسوي ريكورد له. في شغلة بالجهاز عندنا اسمها بريشر ترانسديوسر، يقيس لك الضغط مع الوقت. حلو. يعني انا مثلا بلشت التست هذا عند مثلا ضغط 100 بي اس اي، بي اس اي هذه يونت عندنا بنقطة النفط. يبدا يصير ديكلاين عندي او نزول بالضغط لين يوصل الضغط الجوي صفر. فانا من الجهاز احصل شغله اللي هي البريشر او الضغط مع الوقت. هذا انا ابيه من الجهاز. هذا الحين نوصل للحسبه او حسبه النفاذيه. النفاذيه عباره عن اخر شيء عندي رقم، انا بطلع رقم اخر شيء. فاخذ الضغط مع الحراره مع اسف الوقت وحسبه معينه عندنا الجونز. احنا جونز بيبر، هذا بيبر من اس بي اي موقع العالمي للنفط. ممتاز. اناليسز معينه او ستيبس ناخذ الضغط مع التايم وستيبس معينه ان نحصل اخر شيء اللي هي النفاذيه برقم معين. مثلا عندك نفاذيه 100 ملي دارسي. ملي دارسي هذه يونت او الوحده مال القياس، مثل ما اقول لك الحين الطول بالمتر، الوقت بالسكند بالثانيه. فعندك النفاذيه او البرمابيليتي بالانجلش تقاس بالملي دارسي. فعندك مثلا طلعت بعض السامبلز او الكور عندك مثلا 3 ملي دارسي، 3 ملي دارسي، 4 ملي دارسي، هذا النفاذيه تكون بطيئه حيل. صحيح. بس ما احنا ما شاء الله عندنا بالكويت النفاذيه توصل 1700 ملي دارسي، فما شاء الله كانك قاعد تنتج من بايب. ممتاز. هذا فكره الجهاز بشكل مبسط، امرار غاز داخل السامبل هذا والعينه وقياس الضغط مع الحراره والاناليسز هذا الجونز احنا طبقناها. ناخذ الضغط مع التايم او الوقت وسواه. وش كنا بدايه مشروع كنا نحسبه بالاكسل، مايكروسوفت اكسل. ممتاز. بس لانه قاعد ياخذ وقت انا ما اسوي اناليسز حسبتي.
فياخذ معني ربع ساعة. فأنا إحنا كورس من الكورسات عندنا بلغة بالهندسة مادة اسمها سي بلس بلس لغة برمجة. صحيح. فأنا قلت ليش أسوي هذا وأخذ ربع ساعة. البرنامج سي بلس بلس ياخذ مني 1.5 سكند أن أحسب لك الأناليسيس كاملة. استبس معينا سوينا الكود كلنا مع بعض زين، وبس ناخذ الكود ياخذ فايل يطلع لك النفاذية على طول أكيرت. ممتاز. يعني شافي قال لنا كلام جدا جميل عن هذا المشروع، ولكن يبدأ بنعرف منك أكثر. الجهاز نفسه أساسا موجود عندنا في الكويت، ولكن شنو اللي قدرتوا تضيفونه عليه من لمستكم كمشروع تخرج؟ أول شيء الجهاز تلاقيه بالسوق اللي يشترون من الشركات النفطية على قريب 50-60 ألف دولار. ممتاز. حلو. إحنا كلفنا من بدايته لنهايته قريب 1500-1600 دينار. وايد من الشغل صار ويانا مانيوال ليبر، وايد من الاشياء اللي كان يقول عليها مثلا الحسابات كان بدايه نشتغل عليها بالايد وبالاكسل، بعدين اشتغلنا عليها ببرامج. البرامج هذه بعد تكلفه ثانيه. حلو. الجهاز انصنع كله، انصنع من بدايته لاخره عندنا بالجامعه. طيحنا من سعر الجهاز شويه هني هناك، بعض الأشياء اشتغلت عليها أنا بيدي اللي هي الأشياء اليدوية. متوش. شاف يشتغل على برنامج اللي الكود. يحسب الكود. عندنا بعد اثنين من ربعنا مهندس محمود يشتغل على الكالكوليشن، كان يسويهم يشتغل فيهم بالإيد. المهندس خالد كان يشتغل النقل، كان يبي رعايات، كان يبي الأشياء، وايد من الأشياء هذه اللي طيحت لنا بسعر الجهاز. صحيح. شيء ثاني يميز جهازنا، قلت لكم الجهاز يكلف السوق قريب 50-60 ألف دولار. هذا جهاز واحد اللي قيس بالمثد اللي قالها، بالطريقة اللي قالها اللي هي الـ unsteady state method. عندك سلندر غاز قاعد تفرغه، جهازنا بزر واحد أو بلفة واحدة تحوله من ضغط متغير إلى ضغط ثابت. اللي يحتاج جهاز ثاني بعد يشترونه. فإحنا دمجنا مثل ما أقول جهازين ببعض بجهاز واحد. الجهاز الثاني للحين under testing. حلو. نشتغل عليه بعدين إن شاء الله. بس جهازنا الأول ياب نتائج كثير قريبة من الأجهزة اللي هي بسوق اللي 50 ألف دولار قاعد يقول سعرها. ممتاز. نسبة خطأ بيننا وبينهم 1%، اللي ممتاز. هذا يعتبر يعتبر جدا ممتاز. على نسبة خطأ هذه بسبب إنه شغل بالإيد، إذا تشوفون بعدين قاعد نشتغل كله مبارد يدوية، قاعد نحفر بالإيد. حلو. لحين بالإيد كله شغلنا إحنا. فهذه اللي أثرت ويانا يعني سويت نسبة غلط قليلة. إذا بنتكلم شافي شوي عن المراحل اللي مر في هذا المشروع قبل التنفيذ، يعني يمكن أخوي أيوب تكلم عن بعض الأمور اللي حصلت معاكم في المشروع، لكن تكلم عن المراحل هذه. هل قعدتوا بأكثر من ميتينج، حاولتوا تقسمون الشغل؟ لأن بالنهاية هذا المشروع يعتبر كبير والإنتاجية فيه جدا ممتازة، فكلمونا عن المراحل هذه. والله شوف، فكرة المشروع احنا بلشنا فيها قبل بداية الكورس، انه يعني احنا كطلبة هندسة لما نوصل مادة مشروع تخرج يقول هم. صح. فمثلا بداية الكورس مثلا شهر 9 انا قاعد افكر فيه من شهر 6-5. فاحنا بلشت فكرة، احنا كورس اللي طاف تخرجنا، فاحنا بلشنا فكرتها تقريبا، او فكرة ناخذ الفكرة، كلمنا دكتورنا سوبرفايزر مالنا بروفيسور تشادزس، قلنا ناخذ فكرة على قياس الجهاز عندنا، لان احنا عندنا الجهاز الموجود باللاب عندنا بالجامعة الكويت ستيدي ستيت، الجهاز قديم حيل، فهم طالبين جهاز انا ستيدي نفس مالنا، بس يعني صار من 3 سنين طالبينه، والدكاتره يعني محرصين على الجهاز. فاحنا قلنا ما دام ان الجهاز موجود ومطول وسعره ياخذ تقريبا يعني حق اللابات مو حق الشركات، فتقريبا ياخذ 12000 دينار وهذا، فقلنا احنا راح نسوي الجهاز. وفكره كانت يعني عجبتنا وعجبت الدكتور. حلو. فبلشنا فيها تقريبا من شهر 12 اخذنا نزلنا بيبرز. احنا في اي طالب كهندسه بترول انصح ان يدخل موقع الاس بي اي. موقع الاس بي اي هذا فيه بيبرز جميع انواع البيبرز ومعتمد الاوراق، ويكون فري يعني. هو الموقع برا الكليه يكون يعني بفلوس، بس داخل الكليه الويب سايت الجامعه يكون فري. فاستفدنا من الاوراق هذه وفصلنا، وبعدين نمنا بلان الجهاز. تقريبا الجهاز يعني اصعب شيء كنا نوصل المشكله فيه هو الفالفز او التيوبنج اللي قاعد نستخدمه. يعني دورنا بالكويت كلنا ما حصلنا الا مثل محلين بالاحمدي، فمن محلين فتلقى شوي البرايس كان عالي عليه. صح. بس جمعنا اغراضنا وشغلنا كله، واستعرنا مثلا كور هولدر من القسم دكتور عبد الله عجمي ما قصر، اعطانا اياه واخذنا كم سامبلز. ان السامبلز ما نقدر ناخذها من الكي او سي لان ما يسمحون لنا، لكن اخذنا من الدكتور تشازس هو الدكتور سامي العمير ما قصر معانا، اعطانا كم سامبل من يسوون عليهم تيست. ممتاز. زين. والدكتور بعد تشازس جاب لنا من كندا، هو دكتور كندي فجابه معاه. فحلو في تعاون. اي في تعاون. احنا قسمنا الشغل يعني انا مثلا كنت اجيب الاغراض والتيوب وهذا،
كان أيوب كان يركبه مع الدكتور مثلا محمود وخالد كان يشتغلون على الحسبة شلون بلش التست شلون الشغلات يعني الحسبة مالتنا هذه المنفذية حساسة حيل سنسيتيف لأشياء كثيرة مثلا تسرب الغاز يعني تسرب الغاز صار عندك تسرب يعطيك أول شيء خطر عندك كإنسان خطر غاز يعني مثلا سلندر غاز بالبيت هذا قاعد تستخدم الحين خطر يطح منك وصار تسريب بالبيت كله فبالك حنشتغل بضغط عند 500 بي اس اي فالسلندر بالبيت 250 بي اس اي احنا قاعد نشتغل عند 500 فكنا محرصين على سالفة الليك أو اسم الليك أو تست أو تسريب بالغاز هذا فكنا نشد البراغي نسوي ليك تيست ممتاز يعني شافي يعني انت ومثال لكل شخص يقول ان جامعه الكويت ما تخرج طلبه مميزين ومبدعين انت وفعلا منجزين وانا افتخر في كل طالب جامعه الكويت هذا يمكن يكون تحيز هذا الشيء راجع لي انا شخصيا يستاهلون مو معناته ان طلبه ثانيين مو ناجحين او مميزين ولكن برجع لسؤال حلقتنا والسؤال مشترك بعرف رايكم فيه اليوم انتم مهندسين وخريجين من جامعه الكويت هندسه بترول هل ممكن ايوب بالبدايه معك اذا صار شيء في البيت اخترب لا سمح الله ممكن انت تصلحها شخصيا نفسك ولا راح تستعين بحد لعبتي لعبتك ترى شوف الجواب لعبتي ترى المهندس صدق يتحمل مسؤوليه كامله يعني بكل بيت لازم اذا مثلا ولدهم مهندس وركب بالشغله لا ما اعرف على شنو درس هندسه عبالهم مسكين مهندس يسوي يسوي كل شيء كل واحد تخصص على كل واحد تسوي كلمه جابي ضحكتك فيها شيء هو ودي اعرف سالفه الضحكه مع الهندسه وفي البيت لا لا ما سالفه الهندسه يعني مثلا انا الحين بالبيت انا هندسه بترول يعني ما لي شغل بشغل كهرب ولا شغل ميكانيك فاقول الوالد فاقول الوالد مثلا السويتش خارب يقول لا بدل انت مهندس اقول له انا بترول جيب لي حقل نفطي جيب لي مكمن انتج لك منه اضبط لك اياه عدل يعني سبحان الله الحقل النفطي ترى مثل الانسان صحيح يبلش الشباب وينتهي هرم على قولتهم فلازم تراعي المهندس يقول يبا ان شاء الله واحد من اخواني يدس هندس كهرباء صلح لك اياه وهندس ميكانيك ركب بس بشكل عام ما عندكم مانع ان انتوا تصلحون شيء ايوب ايوب يقول لك لعبته ايوب شنو تركب اكثر شيء بالبيت او شنو تسوي شنو تصلح ايوب هالايام صاير اسرع من ريال تدق عليه تعال صلح ركب سوي بطلت وركشوب بالبيت وشغل البيت كله الحين ركب سوي هذا بسوي لهم جوب كاردز يبي لازم خلاص بس يبون شيء يدقون عليك وقبل يعني هذه هوايه غير التخصص الله يوفقكم يا رب في هذا المشروع إن شاء الله ونشوفه فعلا مطبق عندنا في الكويت بشكل عام والكل يستفيد منه كل الشكر لك المهندس شافي العنزي وكل الشكر لك أيوب معرفي على وجودكم معنا والله يوفقكم يا رب بالتوفيق إن شاء الله مشاهدينا مستمرين معاكم لكن نطلع هذا الفاصل وراجعين